وانتقل الى الاستاذ علي حسن رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط. بعد التحيه لك استاذ علي، اذا كما قلنا انه الدوله بتولي اهتمام بالغ بملف المصريين بالخارج، عوده العالقين المصريين، بدانا طبعا بوهان الصينيه ووصلنا الى خطه تعتمد على مناطق جغرافيه عده في العالم لاعاده العالقين المصريين مره اخرى الى ارض الوطن، كيف نظرت الى هذه الخطه التي كانت طبعا يعني بتوجيهات رئاسيه؟ هو في الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اولى موضوع المصريين العالقين في مختلف دول العالم اهميه بالغه لكي يعودوا الى وطنهم سالمين امنين، وبالفعل تم تشكيل لجنه رفيعه المستوى لهذه المهمه برئاسه الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء وعضويه الساده الوزراء المعنيين وايضا الجهات المعنيه. والرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن انه سيتم عوده المصريين العالقين في مختلف دول العالم حتى لو كان عددهم محدودا في بعض الدول، وبالفعل يسير الامر الان بوتيره سريعه وينتظر عوده الغالبيه العظمى من هؤلاء ما لم يكونوا جميعا قبل حلول عيد الفطر المبارك. بالفعل وصلت اعداد كبيره من عدد من دول العالم المختلفه، وتتواصل الرحلات بانتظام شديد جدا وبالتواصل مع السفارات المصريه في الدول التي يتواجد بها هؤلاء العالقين، وبالفعل بيتم توفير اماكن لهم لاقامتهم لمده 14 يوما تحت المتابعة الطبية للتأكد من سلامتهم وعدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا حتى يعودوا إلى أسرهم سالمين آمنين بما يضمن سلامتهم وسلامة ذويهم حال عودتهم إليهم. بالفعل هذا الأمر أو عودة هؤلاء العالقين هي جزء من جهود كبيرة قامت وتقوم بها الدولة والحكومة في التعامل مع أزمة كورونا والحد من آثارها على المواطنين. مصر نجحت نجاح كبير في التعامل مع هذه الأزمة من حيث توفير العلاج، من حيث مساندة غير القادرين من العمالة غير المنتظمة، توفير العلاج اللازم للمصابين، لكن بقى دور بالغ الأهمية وهو دور المواطن المصري. صحيح، وهذا الدور برضو عايزين نشدد عليه يا أستاذ علي، يعني لأنه في الأيام الأخيرة لاحظنا أنه يعني درجات الوعي يمكن قلت بعض الشيء، رأينا تجمعات مرة أخرى في أماكن عدة أمام محال تجارية إلى آخره، يعني كل ده تسبب طبعا في أنه الإصابات زادت عن الأيام التي سبقتها. ما الرسالة التي توجهها في هذا الشأن؟ أولا يا فندم تأكد لدينا أنه حينما يتزايد الازدحام تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فالذين يحرصون على التواجد في أماكن ازدحام لسبب أو لآخر يكونوا أكثر عرضة وبالفعل بيتعرضوا وبيصاب منهم الكثير. الخطورة أن اللي بيخاطر ويدخل في أماكن الازدحام ويعود إلى بيته حاميا لهذا المرض لا يصاب هو فقط، بل بيحمل هذا المرض وينقله إلى زملائه في العمل، بينقله إلى أسرته، بينقله إلى جيرانه، بينقله، فبيكون هو نفسه سبب في خطر داهم للإضرار بأسرته وعائلته والآخرين. ومن ثم علينا جميعا البعد عن أماكن الازدحام، الاستخدام المواد المطهرة، اتباع كل الإرشادات الصحية وفي مقدمتها البعد عن الازدحام. لكننا رأينا مآدب الطعام اللي عليها ازدحام، رأينا ازدحام داخل بعض المحلات وبعض المولات وبعض كذا، فهذا الازدحام هو سبب رئيسي لانتشار فيروس كورونا. وأيضا من خلال دراستنا للتجارب في دول كثيرة محيطة بنا لقينا أن الصين استطاعت السيطرة على هذا المرض رغم أنها أول بلد ظهر فيها هذا الوباء، لكن التزام المواطنين تسبب في استقرار
الأمور بل وعودة الحياة إلى طبيعتها هناك. رأينا بعضا من الدول الأوروبية التي كانت قد شهدت انتشارا كبيرا للمرض، الالتزام من جانب المواطنين التام كان سببا رئيسيا لسرعة القضاء على هذا المرض. بالفعل علينا جميعا الالتزام حفاظا على حياتنا وأرواحنا وحياة أسرنا وحياة كل من حولنا حتى نخرج من هذه الأزمة بإذن الله وتعود الأمور إلى طبيعتها، وهذا ما نترقبه بحيث تنطلق بقوة كبيرة مرة أخرى عجلة الإنتاج وتعود الحياة إلى طبيعتها. وعلينا جميعا أيضا أن نتجنب الازدحام وأن نلتزم بالإشراطات الصحية حتى يتم الحد من أعداد المصابين، ونعلم بإذن الله أن مصر بلا كورونا. نتمنى هذا نتمنى هذا بالتأكيد، ومصر بكل خير. وحضرتك طيب، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.